من علاجات الغم الاستغفار وإدمانه. ليس الاستغفار الذي يحتاج إلى استغفار، ترى بعضنا يستغفر ويحتاج إلى أنه يستغفر من استغفار، لأن استغفار هذا لا يجيب ولا يودي ولا يحصن ولا يورثه سعادة ولا يزيل همًا. بس في خطأ كبير يرتكبه بعض المستغفرين، أنه يستغفر لأجل رزق ينتظره. لا يا أخي، تستغفر البنت شهرين عشان تتزوج، والشاب عشان يتوظف، والمريض حتى يشفى. الاستغفار طلب المغفرة من ذنوب خلت لا تعلمها الله يعلمها، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كم من ذنب منذ البلوغ إلى الآن والله ما نحصر. تستغفر إذا كان الله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام في سورة التوديع، سورة التوديع سورة إذا جاء نصر الله والفتح، هذه قال الله في آخرها وهي يودع الحياة: فسبح بحمد ربك واستغفره. أمحمد بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام يؤمر أن يستغفر؟ فلهذا كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. محمد صلى الله عليه وسلم يؤمر بالاستغفار والتسبيح، وأنا وأنت ما نستغفر؟ الاستغفار طلب المغفرة، فإذا طلبت المغفرة وأدمنت ذلك في كل ساعة وكل دقيقة، كان من نتائج طلب المغفرة أن يزيل الله عن قلبك كل هم وكل غم، بل ويرزقك من غير ما تحتسب. الله أكبر. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وفي رواية ورزقه من غير ما يحتسب. صدقون أن بعضنا يثقل عليه الاستغفار، يمل من رحمة الله، مثل بعضنا إذا رفع يديه يدعو ماذا؟ اللهم اغفر لي وارحمني، وقف خلص، انتهت الرغبات، ما عندك طلبات ولا عندك لأمة الإسلام دعوات، وليس عندك هم من يزال ولا مرض يدفع ولا بلاء قد يقع بك تسأل الله أن يدفعه عنك. أمور كثيرة. بعضنا يا أحبابي مع البشر في استراحات مثل هذه الليلة يقعد إلى الفجر يسولفون: يا أخي فلان سوالفه، يا أخي تقول ما مطر، متلذذ بسماع سوالف نصفها كلام فاضي ونصفها كذب ونصفها خميرة الشيطان، سالفة خمس دقائق صارت خمسين دقيقة، وأنت تعرف أنه مو بصادق وتتلذذ به. أين الله الذي سبحانه وتعالى كلامه طب للقلوب وطب للأبدان، وكلامه وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء للأمراض النفسية البدنية، شفاء ورحمة للمؤمنين. أسأل الله يجعلنا وإياكم منه. الاستغفار وأمثلة الاستغفار كثيرة: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله فقط، اللهم أنت ربي. يا أخي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سيد الاستغفار، لو تقولها الآن فتموت قبل طلوع الشمس وجبت لك الجنة. يا أخي تطمئن من النوم ولا لا؟ وإذا قلتها في النهار ومت قبل غروب الشمس وجبت لك الجنة، بشرط أن تقولها موقنا من قلبك كما ورد في حديث الصحيح، موقنا. يا أخي الله غفور يا مسلم، من رحمة الله أن ذنوبنا لربما هي التي تدخلنا الجنة. يا شيخ النار؟ لا الجنة. تأكد؟ متأكد والله. يعني ذنوب 40 سنة أنا أعصي كبائر وصغائر وبعد ذلك أدخل الجنة لأني كنت مذنب؟ نعم، لأنك تبت بعد الذنب واستغفرت بعد الذنب، فجعل الله ذنوب السنوات الطوال حسنات. رب غفور يا شيخ، رب كريم، ومن رحمته إذا استغفرت أجلى عن قلبك الهم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله غيره. يا شيخ والله من خلا بالله فسيتنقل بين استغفارة وتسبيح وتهليل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة قرآن، تجده في أنس لا يقطعه. يا شيخ اقعد معنا سولف معنا نقطع الحين، يا شيخ نعطيك 5 دقائق 10، لكن العمر قصير. ثم إننا جميعا أحبابي نشعر أننا إذا ضعفت صلاتنا وتسبيحنا
والله إننا نشعر بتلوم الحياة علينا. أنا أتكلم عن نفسي، والله من يوم تضعف تسبيح استغفار صلاة أن الإنسان يبدأ يخاف من كل شيء ومهموم من كل شيء، والحزن والغضب هي جلاء القلوب ذكر الله، إن القلوب لتصدع ألا وإن جلاءها ذكر الله.